سعيد جدا بزيارتي اليوم لمدينة عدرا الصناعية واللقاء مع نخبة من الصناعيين السوريين. هذه المدينة التي كانت منذ سنوات قليلة فقط على خط التماس المباشر ما بين الجيش العربي السوري والإرهابيين، وكانت حقل من حقول الرمايات للإرهابيين، ولكنها صمدت. اللقاء اليوم أو زيارة واللقاء كان هدفها التأكيد على أولوية الاقتصاد في المرحلة المقبلة وكيفية تجاوز العقبات التي تواجه القطاع الإنتاجي بشكل عام في سوريا. ما رأيته اليوم وما شاهدته لا أستطيع أن أصفه بأقل من كلمة رائع، وطبعا كلمة رائع هي ليست مبالغة، وإنما تأخذ بالاعتبار الظروف التي عاشتها هذه المنطقة خلال سنوات الحرب والظروف التي يمر بها الاقتصاد السوري بشكل عام. وأنا لست متفاجئ، فأنا متابع للقطاع الإنتاجي في سوريا، ولكن زيارة هامة ليس فقط للإطلاع على التفاصيل الموجودة على الأرض على الحقائق، وإنما أعتقد بأن هذا النوع من الزيارات مهم لأي شخص لكي ترتفع معنوياته من خلال المعنويات التي يأخذها من القائمين على العمل أصحاب الصناعات ومن العاملين في القطاعات الصناعية، وبنفس الوقت يرى فيها القدرات الحقيقية للصناعة السورية التي صمدت. فعلا لدينا إمكانيات لتجاوز العقبات، لدينا إمكانيات حقيقية لتجاوز الحصار ولتخفيف تأثيراته وخلق المزيد من فرص العمل في سوريا. هذه الروح الوطنية التي لمستها من القائمين على العمل ومن العاملين تعطي العديد من الرسائل في سوريا. وأنا أرى هذه المنشآت، أول شيء خطر ببالي هي مقارنة تأتي بشكل عفوي بين من قام بزج رأس المال الوطني في ظروف صعبة من أجل خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد، وبين أشخاص فروا من الأيام الأولى عندما ظهرت بوادر الحرب، أخذوا رأس المال الذي جمعوه في بلدهم وهاجروا، وكان في ذلك الوقت المواطن السوري يدخل في نفق أمني، في نفق اقتصادي معيشي، وكان يعتقد بأن لابد أن هناك الكثير من الأخوة الذين سيقومون بمد اليد ليساعدوه. يعني هذه المقارنة أول شيء خطر ببالي. الحقيقة ما رأيته يرسل عدة رسائل، رسائل لأشخاص يمتلكون إمكانيات، يمتلكون مقدرات، يمتلكون الموارد، ولكن تنقصهم الشجاعة وتنقصهم روح المبادرة لكي يبادروا ويتحركوا ويبدأوا العمل ويبدأوا الإنتاج. ترسل رسائل باتجاهات أخرى، باتجاه الرسائل التي تأتينا من الخارج والمحملة بالإحباط والمحملة بسوء النوايا، أو بعض الرسائل التي تأتينا من الداخل والتي تحمل الكثير من الاتكالية وأحياناً الكثير من الكسل، تحمل رسائل فيها الكثير من الأمل والثقة، الثقة بأننا قادرون. بهذه الظروف تمكن القطاع الصناعي من الصمود وليس فقط من البقاء. طبعا هناك خسائر بكل تأكيد، القطاع الصناعي خسر وهذا شيء إجباري، ولكن هناك مواقع تمكن فيها من الاستمرار والصمود، هناك مواقع تمكن فيها من التطوير، وهناك مواقع تمكن فيها من التأسيس من الصفر، والسبب هو الإرادة. فإذن الرسالة الأهم التي نلتقطها من هذه الزيارة هي إذا توفرت الإرادة لبناء الوطن فنحن قادرين على البناء. صحيح أن رأس المال ضروري والإمكانيات المادية ضرورية في كل ظروف وفي كل الأحوال للصناعة، ولكن في ظروف الحرب وفي ظروف الحصار فرأس المال لا يكفي. نحن بحاجة لرأس المال، بحاجة للإرادة القوية، وبحاجة للحس الوطني، وهذه الأشياء الثلاثة هو ما لمسته
في كل من التقيت خلال هذه الزيارة، وأنا متأكد بأنه هو موجود وهو الأساس الذي يدفع الكثير من المستثمرين على القيام بإنشاء وتأسيس صناعات في مناطق مختلفة أو استثمارات أو منشآت إنتاجية في مناطق مختلفة في سوريا. الحقيقة أن هؤلاء الأشخاص هم من يمكن للمجتمع السوري وللوطن السوري أن يعتمد عليهم في بناء الاقتصاد وفي بناء الوطن بشكل عام. وبكل تأكيد الدولة ستكون إلى جانبهم لأنهم يستحقون كل الدعم، لأنهم اليوم يخوضون الحرب على جبهة هي دائما جبهة عمل، ولكنها اليوم هي جبهة عمل وجبهة حرب اقتصادية. المواطن السوري ينظر إليكم ويتوقع منكم الكثير، والدولة معكم بهدف أن نعكس هذه الجهود المشتركة التي تبذل أرقاما في الاقتصاد وفرص عمل وازدهار للوطن. يعطيكم